بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، تشرفت اليوم باستضافة ممثلي بعض الدول الصديقة في لبنان ورؤساء بعثاتها المعتمدين في لبنان لمناقشة ملف إنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار. هذا المشروع الذي أطلقه فخامة الرئيس في الأمم المتحدة بمناسبتين شدد فيهما على أن دور لبنان الرسالة يقضي بأن تنشئ لديه مثل هذه الأكاديمية التي من شأنها تشجيع الحوار بين الأديان والثقافات والإثنيات. هذا الأمر الذي أصبح ملحاً لسيما في هذه المنطقة من العالم، حيث الصراع بلغ مستويات عالية جداً من العنف بحكم الإرهاب وبحكم طبعاً عدم احترام الرأي الآخر وعدم احترام الاختلاف، وأيضاً القضاء على ما يسمى الحريات العامة بما فيها حريات التعبير. ولقد أطلق فخامة رئيس هذه المبادرة على أن يتم إقرارها في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها العادية القادمة أو قبل انعقاد هذه الجمعية إذا أمكن، حيث سيشارك فخامة الرئيس على رأس وفد لبناني ومن ثم يتبلغ هذا القرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي قرار رعاية إنشاء هذه الأكاديمية في لبنان واعتبار هذه الوثيقة من وثائق الأمم المتحدة. اجتماع اليوم كان هدفه وضع ممثلي الدول الصديقة التي سوف توقع معنا الاتفاقيات المتعلقة بإنشاء هذه الأكاديمية، وضعهم في صورة التقدم الحاصل في عملية الإنشاء وفي صورة زيارتي إلى باريس في هذا الخصوص وتواصل مع بعض السفراء الذين راسلوا رئاسة الجمهورية داعمين هذه الخطوة بكل دعم ممكن، لا سيما عند اتخاذ القرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. تعرفون أن نبذ العنف هو من متطلبات المرحلة، وأن لبنان اختبر التعايش بين الحضارات وبين الأديان وبين الثقافات أيضا، وهذا الاختبار لم يكن دائما اختبارا سعيدا. مررنا جميعا بظروف صعبة ومررنا جميعا بظروف سعيدة، ولكن في كلتي الحالتين كانت الكلمة الفصل للوحدة الوطنية، أي أن التعايش أو العيش الواحد أو العيش المشترك كما تسميه وثيقة الوفاق الوطني كانت دائما تتغلب على الصعاب وعلى الصراعات، وإن اتخذت هذه الصراعات حدا من الحدة غير المسبوقة في بعض الأحيان، وحتى وصلنا إلى حافة حروب أهلية أو حروب آخرين على أرضنا، وتمكننا بفعل وحدتنا وبفعل هذا الوطن الرسالة على أسماء القديس البابا يوحنا بولس الثاني، تمكننا من استعادة العافية. وبالتالي هذا الدور التاريخي الذي يريده فخامة رئيس الجمهورية للبنان هو دور لا يمكن أن يرتكز إلا على مثل هذه الأكاديمية التي هي جامعة للحوار وللتلاقي ولعقد المؤتمرات وللتقارب بين الثقافات والبلدان والأديان والإثنيات ولقبول الآخر. كانت الأفكار والملفات جاهزة وقد تقدمنا بها من الدول الصديقة التي سوف تعود إلينا بتوقيعها أو ببعض ملاحظاتها إن وجدت على مشاريع الاتفاقات، ونحن على الطريق سائرون في سبيل إنشاء هذه الأكاديمية. ومبادرة فخامة رئيس الجمهورية بإنشائها هي مبادرة طيبة، وتدل إن دلت على شيء فعلى هوية لبنان ودوره ورسالته في إرساء مثل هذه الثقافة، ثقافة السلام والحوار في هذه المنطقة في العالم لا بل في العالم أجمع. وشكرا. نعم. أول سؤال هو رح يصير تصويت بقى الجمعية العامة. نعم. عمليا التصويت صار في يعني في بوينتاج قد ايه الدول اللي صارت إلى جانب بعثتنا بالأمم المتحدة عم تتواصل مع الدول، نحن أردنا نتواصل مع الدول الصديقة اللي راسلتنا واللي دعمتنا، دول أوروبية، دول أفريقية، دول شرق آسيوية ودول أمريكية، فبالتالي تواصلنا معهم اليوم كي هن يحسوا كمان بعثتهم الدبلوماسية في نيويورك يعني في الأمم المتحدة على تبني مشروع القرار لأنجز. نحن أنجزنا مشروع القرار طبعا، ما وزعناه لأنه من غير اللائق أو من غير المعتمد أن نوزع مشاريع قرارات قبل ما تعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن بالتأكيد بعثتنا عملت الشغل اللازم على صعيد اللوبينج يعني على صعيد
تكثيف الجهود لاستجماع شروط الموافقة الجماعية وأكثر إمكانية يعني لجمع أكبر عدد من الأصوات على بالجمعية العامة، لأنه هذا قرار من الجمعية العامة لتبني ورعاية إنشاء هذه الأكاديمية. يعني جدتكم معك أجوبة من عدد الدول، في عدد محدد أو في عدد؟ الدول اللي كانت موجودة هون بتمثل عيني من الأجوبة اللي وصلتنا خطياً، وفي أجوبة أخرى وصلتنا شفهياً بالدعم الكامل لمبادرة الرئيس. مشان هيك بدرنا بطلب من فخامة الرئيس العقد الاجتماعي في القصر الجمهوري مع رؤساء بعثات هذه الدول، أولاً لشكرة وثانياً لحثة على الاستمرار في دعم هذه المبادرة وفي توقيع الاتفاقيات المتبادلة بينه وبينهم بإنشائها. لا عوائق إن شاء الله، لا عوائق، لا إذا الله راد. شكراً لكم. سؤال ثاني، هيدا المبادرة اللي أطلقها في خارطة الرئيس، شو ممكن تعمل لبنان على الخارطة الدولية؟ بالتأكيد بهالظرف هيدا بتدل على شيء واحد على الأقل، لبنان اللي هو إذا بدك على يعني حدود أو على تماس مع براكين المنطقة، والحلول الآتية واللي بلشت بوادرها بصفقات ما يسمى بصفقات قرن أو غيره، وبشرزمة شبوع عوب وبلدان وتبع سرة ويمكن تغيير حدود وما شابه. الرسالة اللي عم يبعتها فخامة الرئيس أنه لبنان دوره هلأ أكثر من أي وقت مضى بهالرسالة اللي هي رسالة التلاقي والحوار، لأنه بيعتبر أنه التلاقي والحوار هما لازمتان للديمقراطية وللعيش السلمي. وبالتالي طبعا لبنان في هذا التوقيت بالذات، هذه المبادرة بالذات تأتي في الوقت الأنسب لإرسال مثل هذه الرسالة. لبنان مش بس بحارب إرهابه بحدوده الشرقية، مش بس بحارب الخلايا النائمة، مش بس بيصير فيه إشكاليات من وقت لآخر، لبنان مش بس أزمات اقتصادية ومعيشية واجتماعية، لبنان بلد رسالي أبدي سرمدي، وهذه الأكاديمية سوف تدل على هذا المنحة الوجودي للبنان. وشكرا لكم. يعطيكم العافية. يعني التقيت مع فخامة الرئيس اللي هو عادة يعني دائما في لقاءات، وحكينا بالأوضاع اللي بالبلد، وخاصة يعني الأسبوع الجاي في عندنا موضوع الموازنة، وكمان بموضوع التهدئة اللي عم يصير وعم يشتغل عليها اللواء عباس إبراهيم. يعني فأظن الأمور إيجابية إن شاء الله، والحلول يعني إن شاء الله تكون نقدر نوصل لتوافق. فبالنسبة لإلي يعني مثل ما عم تشوفوا هالأسبوع أنا عم بشتغل على كل شيء له لجان وهيئات وغيرها، لحتى يعني نرجع نكمل بعد قصة مجلس النواب والموازنة لعمل الحكومة. فالأمور إيجابية إن شاء الله، وأنا ما عندي شك أنه يعني فخامة الرئيس ولا أنا ولا دولة الرئيس نبيه بر اللي قام بالمبادرة منذ البداية لحتى نهدئ الأمور مشكورا، لحتى نقدر نكمل المشاريع اللي نحن عم نقوم فيها. وأنا برأيي أن المواطن اللبناني اليوم ما همه إلا الاقتصاد ثم الاقتصاد ثم الاقتصاد. نحن لازم نركز على العمل بالاقتصاد ونبطل حكي بالسياسة، أظن بيرتاح البلد. هلأ في جلسات مجلس النواب، خلينا نشوف إن شاء الله هالكم يوم شو بيصير، ويعني وخليني يكون واضح، يعني جلسات مجلس وزراء حتصير يعني ما في شيء حيوقفها، بس أنا بفضل إنه يكون في هدوء مثل ما قلت منذ البداية، والهدوء هو اللي بينتج. أما الصراخ السياسي ولا التعبئة ولا كل هالأمور اللي ما بتفيد المواطن اللبناني ولا بتطعم المواطن اللبناني ولا بتجيب له كهرباء ولا بتجيب له اقتصاد، هي ما 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 حتوصل لأي نتيجة. والله أنا أظن أنتم بالإعلام تعرفوا أكثر من ما نحن بنعرف، بس لكن الأمور إيجابية إن شاء الله. اللواء عباس إبراهيم ما كل إلا اشتغل يعني من قلبه، وكله عم يتعاون. خلينا نشوف نوصل للنتائج الإيجابية، والحكي بهذا الموضوع كل ما خف كل ما يكون أفضل. ما كان في تعطيل للأمانة، أنا اللي وقفت مجلس الوزراء،
كل الكلام اللي طلع بالسابق مش صحيح. أنا اللي طلبت بتأجيل جلسة مجلس الوزراء لأنه كنت شايف الجو في احتقان كتير كبير، والأفضل بدل ما نحن نقلب المجلس الوزراء إلى مواجهات بقلب مجلس الوزراء أنه يصير في تأجيل ونحكي على رواه لحتى نحل الأمور، لأنه اللي صار يعني كان مش قليل، ولكن بالهدوء فيك تحله. أما أنه نقعد نتواجه بالسياسة بهذا الموضوع ما بيوصل لمحل. وأظن يعني اللبنانيين صاروا شايفين قديش التشنجات السياسية وصلت على تعطيل البلد بالعمل الحكومي، وهذا اللي نحن كنا عم نفتش عليه. يعني كل شيء بيصير، كل شيء بيصير. دائما كنا نعقد مجالس وزراء وكان في مجلس نواب وكان في موازنات عم تناقش وغيره. شوفي خليني اقول لك شغله، كل واحد واقف على مكانه ساعات البلد ما بيتحرك، اوكي؟ لنكون واقعيين، كل واحد بده يتنازل في مكان ما بده يتنازل في مكان ما، اما كل واحد بده يدلل لي واقف لي على موقفه السياسي هذا البلد ما بيمشي هيك. انا برايي انه اللي صار ما لازم كان يصير، لسوء الحظ صار، هلا بدنا نتعامل مع النتائج، النتائج في مبادره قام فيها الرئيس بري عم ينشغل عليها. فخامة الرئيس كان كمان متقبل هذه المبادرة وكمان جزء كبير من هذه المبادرة، وهلا عم يكون في إيجابيات. الحكي بهذا الموضوع أنا قلت لكم ما بفيد، يعني إذا كل ما واحد بدنا مشكلتك بالإعلام أو مش بالإعلام، مشكلتك بالسياسيين، كل واحد بحط موقف ويلا تعوا عالجوا الموضوع كيف بده يتراجع من هون وينزل من هون ويطلع من هون، هذا كله ما بينفع. بعدين انا بدي اقول يعني انه اليوم اللبنانيين على شو عم يطلعوا؟ عم يطلعوا انه وين الاقتصاد؟ وين الموازنه؟ وين الوعود اللي الحكومه عطتها؟ وين حكومه الى العمل؟ وين الشغل الحقيقي اللي بدنا نشوفه بالطرقات وبدنا نشوفه بالكهرباء وغيره؟ انا برايي الفوكس لازم يكون هون، والامور السياسيه اكيد حيضلوا في نقاشات سياسيه. مش عم بقول انه نوقف سياسي بالبلد، ولكن حتى بس ما نناقش بالسياسي وحتى بس ما يكون في مشاكل بالسياسي، اذا بنناقشها بهدوء بنلاقي الحلول بهدوء. عندك تخوف من الجلسه العامه يكون في حد من الخزينه؟ انا برايي انه في نقاش، يعني في نقاش بناء كان ب مجلس النواب وخاصة بلجنة المال، يعني والله يعطيهم العافية يشتغلوا ليل نهار. في نحن عندنا ملاحظات كحكومة حنطرحها بالهيئة العامة أكيد، يعني نحن في أمور أساسية بدنا موارد لحتى نزيد الإيرادات تبع الدولة، هذا شيء يعني يمكن نرجع نطرحه بهيدي الجلسات. في امور انطرحت بلجنه المال وحسنت بالنصوص وحسنت ببعض الموارد، كمان ايضا زادت بعض الموارد، وفي موضوع الانفاق اللي تخفف بعض الانفاق اللي نحن بنشوفه انه كمان يعني مش بمحله. فهذا نقاش جاري مع الاحزاب السياسيه كلها لحتى نشوف المخارج، لانه انا اللي بهمني هو انه نوصل نحافظ على الارقام اللي نحن نزلنا فيها على مجلس النواب، وهيدي الموازنه هي جزء من موازنات اللي حنقرها بال 2020 و21. يعني نحن لازم نفكر، بس لما عم نقوم بالاصلاح، الاصلاح هو مش فقط بس انه عملناه بال 2019 وما حيكون في اصلاح بال 2020. الفرق اللي حنعمله بال 2020 بالارقام هو انه بالكهرباء، اذا يعني الخطه ومثل ما شايفين انه الوزيره ندى بستان اللي عم تقوم بشغل كثير كبير، إذا مشينا بالخطة مثل ما هي فهذا لوحده حينزل كمان أيضا العجز تبعنا، وأيضا الواردات إذا تحسن الاستقرار وشفنا
شافت الناس انه فعلا الارقام اللي نحن حطيناها بال2019 طلعت مثل ما نحن حطيناها بال2020، بس لما يطلع التقرير المالي تبع 2019 هذا بيشجع المستثمر انه يرجع يجي على لبنان، ويرجع الهيئات الدولية كمان ترجع تجي على هي اصلا موجودة. بموضوع كمان ايضا يعني نحن ان شاء الله بس لما نخلص الموازنة حنحكي بموضوع ساد، رح نحطه على طاولة مجلس وزراء وماكنزي وغيرها. فالواحد ما لازم يطلع على الموضوع بمبدأ انه هيدي هي فقط المرحلة ومش عارفين نحن شو عم نعمل بعدين. لا بالعكس، العمل اللي عم نقوم فيه بالموازنة هو تجزئة الإصلاحات لمرحلة 3 سنين. في أمور نقدر ننجزها بال2019، في أمور حننجزها بال2020، وفي أمور حننجزها بال2021، وهذا هو اللي بيعطي المصداقية. أنتم بتعرفوا أي إصلاح بأي بلد صار، إن كان بدول انصابت مالياً مثل اليونان وهلأ عم تطلع من شو اسمه انصابت مالياً لأنه ما عملت هالإجراءات قبل. نحن عم نحاول نعمل كل هالإجراءات قبل ما عشان ما نوصل للمحل اللي كانوا هني فيه. وبنفس الوقت بدنا نعرف إنه الإصلاحات منا شعبية، لأنه المواطن أو الإدارة اللبنانية متعودة على كومفورت زون موجودة عليه، وإنه ليش بدنا نغير بهون وليش بدنا نغير هون. لا بالعكس، لازم نتغير لأنه كل العالم تغير. نحن ما فينا نبقى محل ما نحن ونشوف العالم تطور إلى مكان آخر. لا لا لا، احنا متفقين، وهيدا هو اللي الشغل اللي عم حاول اقوم فيه خلال هاليومين ثلاثة لحتى نجمع يعني الموازنة اللي وافقنا عليها بمجلس وزراء التصويت، وخاصة بعد التعديلات اللي صارت بمجلس النواب يكون في تصويت واضح يعني بين هالتوافق اللي صار بمجلس الوزراء كمان ينعكس بمجلس النواب. لأنه نحن بهمنا أنه النتائج اللي وصلنا لها بمجلس الوزراء مع التعديلات اللي صارت بمجلس النواب تكون نفس النتائج اللي نحن قررناها ووعدنا فيها المجتمع، مش المؤسسات الدولية، لحتى يكون في عندنا يعني منطق بالحكي مع المؤسسات الدولية. لأنه ناس مثل موديز ولا S&P's ولا هيدول بدهم يعرفوا أنه الخطوات اللي عم نقوم فيها هل هي خطوات حقيقية ولا خطوات يعني بس هيك بالهواء. بس لما يشوفوا انه في جديه بالوضع بالشكل يعني بالاجراءات اللي نحن عم مشينا فيها بالانفاق اللي نحن قمنا فيه وفعلا وصلت لنفس النتيجه، فهذا بيعطينا كريديبيليتي كثير كبيره. لا لا لا، خلال ايام ان شاء الله، خلال ايام نشوف. يعني المهم انه يدل الهدوء مثل ما هو هلا، نكمل المفاوضات اللي عم تصير بشكل ايجابي وما نعلي الخطاب السياسي. يعني الخطاب السياسي وكل ما يعلى كل ما تتعقد الامور، كل ما يهدى الخطاب السياسي كل ما الحال بيصير. شكرا.